I was 4 years old when we were attacked on Yom Kippur. I remember us running to the shelter in Tel Aviv. It's very concrete for a child. They want to kill us. And I really didn't understand, why do they hate us so much? ناصر اخوي كان اصغر مني لو كان تقريبا عمره 14 سنه الجيش اللي حكوا له اطلقوا عليه رصاصه انا ما بعرفش كيف هذيك اللحظه قدرت اتحمل الموقف كان عندي حلم اني اكون مقاتل في صفوف الثوره الفلسطينيه يعني واكون جزء من الكفاح المسلح ضد الاحتلال كنت مستعد انه اموت في سبيل هاي الافكار I was admitted into the most prestigious unit in the Israeli army. I was extremely proud. I knew my father was proud. صرت أفكر كتير. إيش أنا دوري في الحياة هنا؟ فاخترت إني أعمل عملية استشهادية. זה מקומם. אתה פשוט מרגיש טרור. ככה מרגיש טרור בעיניי. מישהו התקשר ואמר שיש פלסטינים שמוכנים להיפגש איתנו. كنت كثير خايف انه قد يكون في مصيدة يعني هون. We find that we actually have something in common. That willingness to kill people you don't know. عندهم قوة يا جميل مش طبيعي. بيجي كم واحد من المقاتلين لأجل السلام رفضوا الخدمة يغيروها. إذا أنت كريتي عن نيلسون مانديلا شخص لحاله غير دوله وكان كل الدين وغير كل النظام وانت بتعرف انه شخص لحاله كل شخص لحاله كيف قدر يسوي هيك كيف قدر يسوي אנחנו מזמינים את כוחות הביטחון לפשוט את המדים ולהצטרף אלינו انا بفقدش الامل في فكره ان السلام انه ما في طريق ثاني غير السلام